بابا كيف معكم سمعين لكم في جديد من حلقة من لعبة ماينكرافت. لح الصحب تحلو هذه اللعبة لاش لاش اوكي ادري سحبت على اللعبة كتير بس شباب يعني كان فيها لعبة غابة كنت ابغى انزل عليها من غير ماينكرافت فعرفت اني اجل ماينكرافت يعني شباب يعني اوكي طيب كل اللي راح تسوي في هذا الفيديو احنا متحمسين مع الله اللي راح اسوي في حلقات اليوم اني راح اسوي حديقة في هذا المكان طبعا قعدت افكر يعني طبعا انا هاي مكان بنيت حديقة كويس معلومية طبعا انا قعدت افكر يعني وين احط الحديقة وين احطها وين احطها حطها هناك لا بيطلع الشكل خايس حطها هنا لا حطها في هذا المكان لا لا فعرفت اني اسوي مكان كان هنا وراح اسوي في الحديقة طيب انتم تقولوا لي طيب كيف تسوي الحديقة وهل بتسوي حديقة ابعاد واحدة ولا حديقة حق أكثر من حيوان طبعا شباب أنا أبغى أسوي حديقة حق أكثر من حيوان لأن أنتم تقولون طيب المكان ما راح يكفيك ممكن يكفي حديقة واحدة أما حديقة أكثر لا ما يكفي أنا شباب راح أسوي يعني طاب يعني راح أسوي مكان جو برضو حق مكان جو يكون حق مثلا دجاج ومكان جو يكون حق خلفان يعني زي ما تشوف يعني يكون مصدر أكل ومصدر يعني أشياء ثانية زي دجاج لما يعطينا ريش عشان نسمع اسم طبعا انا ابغى من لي هذا المكان كله بالديرة يعني حيوانات يعني لازم يكون في بيئة طبيعية وكده انتو فلازم ان نعبي هذا المكان كل ديرت برضو لازم نشمع المكان ممكن يغزب من هنا ومشمع اصلا يعني شوف يشمع هنا وشمع هناك بس اشمع زيادة عشان ما اتأكد ان المراحل يسبنون بس المهم دحين احنا لازم نشوف لازم نصنع دحين فنساج طبعا عندي خشب مجمع خشب هنا فنصنع دحين الفنساج بس اوه ماي جاد الانفنتوري فول انزل المخزن يا ربع المخزن طبعا المخزن باقي ما كملت باقي شوف باقي بعدين نكمله بس المهم حط 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 اي شيء حط اي بعدين نرتب الاغراض بعدين في حلقه ما نرتب الاغراض يلا حط كل الاشياء اللي عندي والله شباب تدرون ايش صار الاوبسي ترى الكبستون عندنا مره كثير فاكتبوا لي في التعليقات يعني شيء يعني مشروع يعني يحتاج كثير كبستون عشان نقدر نسوي لان انا ابغى اتخلص من هذا الكبستون باي طريقه يعني كيف يعني استخدم كبستون في ايش فاكتبوا لي في التعليقات يعني ايش نستخدم فيه الكبستون لان عندي كميه مره كبيره منه نص حقه طبعا انا جمعت فوق يعني في شيء ارخص من الدش ماي كاش لا ما في شيء ارخص منه وكفاني بالملي يعني هون حطيت في الصندوق راح حطيت في الصندوق اوكي شو اسوي صح احيانا انسى ايش لازم اسوي اوكي دحين حل كل هذا الخشب اللي عندك حل الكل اوكي يلا بياخذ وقت شباب شباب طيب حالكم اوكي خلاص 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 يلا اتوقع انه بيكفينا لان اصلا ما في مكان ما راح نملي الاستيكات لانه راح يكون مسدود اصلا اوكي يلا نروح ونبني نسوي الحديقه حقتنا يلا ليتس جو لان اصلا مقفول أصلاً مكفوفة دقيقة حط هنا يعني بعدين نصنع اثنين يعني بعدين كل مرة لما ألقى شيء ما أقدر أسويه أقول بعدين في النهاية ما أسويه يعني شباب ترى راح أسويه ما عليكم راح أسويه الحين لازم أجيب أبعاد كم أبعاد أجيب في رأيكم شباب كم البقعه كم اشوف انا نحتاج بس بقعتين بعد نكاتهم بس المشكله ان ما اتوقع ان في ابعاد هنا هذا مكان ما اتوقع اي علو لك شفت بقعه في اي مكان ما شفت اوكي ادش في شديك علوي ايش احسن مين سميه محمود يلا طبعا العلوي ذاك اسمه محمود ما عطاني اي اجابه ف بطلت الدنيا اوكي
ما في حد صح؟ روح روح انت تشوف يا اخي، اطلع 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 تشوف اشوف. اوكي اوكي تعال تعال تعال، ما في حد ما في حد. تعال تعال هذا ابن بعض، تهذيب البعض شباب، تهذيب البعض يلا. ترى هذه محاضرتي ما صدقت، ما يحسب حد من صوت. اوكي يلا دبلك تجي. كيف شكل البيت؟ حلو احشي وياك. حلو اي قالت ايه دي ممكن سمعت ولا قلت الحين نجيب قاعة تانية. يلا لسك تشوفهم في البيت موجودين. فتعالي يا بعضتي تعالي 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 إلى بيتك الجديد. راح نكاتب لهم تصير عندنا يعني قاعة كثيرين. يلا تعالي تعالي انزلي يا بعض، انزلي انزلي. حلو يلا يلا تعالي عشان نكاتبكم. يلا خلي انتي خلي انتي. حلو حلو يلا. دحين راح نسوي مكان تاني حق الخلفان. يلا الحين لازم نسوي مساحة لل نسوي مساحة للخلفان. يلا ننزل كم من بلوك. هذا كافي أتوقع، هذا كافي يعني مو لازم نسوي مكان مرة كبير. هذا كافي نشوف بس بلوكتين، نشوف كان ضيق مرة بس بلوكتين. راح نحط الخلفان تحت. يلا ندخل بلوكتين ويلا لازم نروح نجيب دات. ما هي دات؟ اوكي من جاد المكان دول كفى، نروح نجيب دات زيادة. يلا السطر الأول كم؟ السطر الثاني كم؟ السطر الثالث كم؟ السطر الرابع برضه كم؟ السطر الخامس لازم نروح نجيب دات زيادة. يلا يجين عندي فنس زيادة صح؟ ايه اتوقع انه يكفي. كيف شباب لازم لازم اني اجمع زيادة خشب عشان اسوي فنس. دقيقة شوي بشوف. اوكي وين الخشب؟ وين الخشب شنو؟ يلا نكمل على حلو. دحين اوكي دحين كده كده شلون؟ واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. دحين نحتاج فنس فنس. يلا نصنع فنس. بس اتوقع ما عندنا خشب صح؟ عندنا خشب بس عندنا خشب ابيض نصنع بيه فنس. فنس نصنع بالخشب الابيض ونخليه خشب عادي. اتوقع ان الخشب الابيض بيكون احسن. اتوقع معاي اتوقع انه يكون احسن. نصنع ثلاثة، نصنع ثلاثة عشان يعني واحد بس. يلا نسلي كل شيء راح نسلي كل الحين. فرق كيف نسلي كيف نسلي ال شو اسمه الخلفان؟ اتوقع كده بعدين نسوي بلوكتين اتوقع انه ينزل. فيلا نجيب خلفان. ليتس جو. جمعة اوكي. يلا يلا تعال. يلا تعالوا يا اثنين الخلفان. عادي ذاك الصغير راح يكبر ونقدر نكاتبهم. يلا تعالوا يا خلفان يا محمود. يعني ما انا ما ساعدتني في القاعة فما راح تساعدني في الخلفان. خلاص لقيتهم كلهم فلا داعي لمساعدتك يا محمود. يلا تعال تعالوا يا خلفان تعالوا تعالوا. شوف الصغير كيف يمشي ولع. يلا تعال تعال. اوكي ننزلهم ننزلهم اثنينهم. ايش فيكم؟ خلاص وكلتكم انتم. نجيبهم زيادة يعني موضوع شكله ما يشبه. نجيبهم تعال ننزل. ايه
الصغير انزل انزل الصغير. اوكي شكله لازم ادفعك كده. حلو يلا تعال 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 الى منزلكم الجديد يا صغير. تعال يا حلو افتح لنا دورته. اي عكس افتح العكس شباب. يا صغير تعال ايش فيه تعال ايش فيه ما يبغى يمشي. يا ايش فيه ايش فيه ما يبغى يمشي. دقيقة شباب دقيقة ندفع. لا 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 مو فوق تمشي. يلا يلا تعال ادخل خذ لك واحدة. عندي بابا تخذ لك واحدة بس 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 بس. اوكي الحين كده شباب بيكون فيديو اليوم. اوكي كده بنكون خلصنا فيديو اليوم. طبعا اليوم سوينا حديقة أبعال وحديقة خلفان الموجودة تحت. اه كيف جاكم البيت؟ حلو حلو. ايش بعد الفيديو يعني حلو فهمتوا؟ بس شباب اذا عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وبس سلام.